بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. اليوم ننتقل إلى محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا اللي هو مفهوم الـ Exponential Function. احنا بالمحاضرة السابقة اتطرقنا إلى مفهوم اللوغاريثم فانكشن، Natural Logarithm Function. أخذنا خواص هذه الدالة وكذلك اشتقاقها وتكاملها وطينا بعض الهومورك. اليوم نشوف الـ Exponential Function اللي هو دالة مهمة جدا ودالة تزايدية تستخدم في أرباح المصارف وإلها كثير من التطبيقات. تعرف دالة الـ Exponential Function هي كمعكوس للدالة اللوغارتمية. شوف، for every real number x e to the x equal لن inverse لل x، نرمز لها بالرمز exponential function. بالحاسبة، بلغة الحاسبة تكتب بهالشكل هذا exponential x. ال e هو قيمته 2.718281882 إلى آخره. إذن بسبب e to the x هو معكوس للدالة اللوغارتمية، إذا الجراف مالته راح يكون الجراف إلى راح يكون قلنا احنا بالمحاضرة السابقة كل دالة ومعكوسها تكون متناظرة حول المستقيم y يساوي x. شوف هذا المستقيم y يساوي x، هذا رسم لن للاكس تمر بالنقطة 1 0، والاي تو ذا اكس راح تكون معكوس لهذه الدالة. طبعا الليمت اي تو ذا اكس اي تو ذا انفينيتي تساوي لانفينيتي، ليمت اكس ابروش تو ماينس انفينيتي يعني اي والسالب انفينيتي يساوي 0. هاي المعلومة مهمة. الدومين للدالة اي تو ذا اكس هي كل قيم ار يعني من سالب انفينيتي الى انفينيتي، بينما الرينج الها هو نفس الدومين مال لين اكس. واحنا نعرف الدومين للن الاكس هو كل قيم اكس اللي تكون اكبر من 0، اذا راح يمثل لي الفترة 0 انفينيتي. هسه خلينا نشوف شنو الانفيرس مال المعادلة اي تو ذا اكس وكذلك لين اكس. طبعا لين اي تو ذا اكس بما انه معكوس هنا لن يروح مع الاي، يبقى عندي اكس لكل قيم اكس اكبر من 0. كذلك عندي لين اي تو ذا اكس ايضا ينطيني اكس، يعني هنا اذا عندي معادلة اريد اتخلص من اللوغاريتم فانكشن اخذ اي للطرفين، واذا اتخلص من الاي اتخلص من اللين اخذ اي للطرفين. نشوف هنا ملاحظة انا منطيك نوت 2 to remove logarithm function from an equation take the exponential of both sides. To remove exponential from an equation take logarithm of both sides. يعني بالعكس، إذا لقينا معادلة بيها exponential ونريد نحلها نطلع قيمة x راح ناخذ لل للطرفين، وإذا لقيناها بدلالة لل راح ناخذ e للطرفين. خلينا نشوف خواص هذا اللوغاريتم فانكشن. بما انه هو دالة معكوسة للدالة اللوغارتمية، احنا الدالة اللوغارتمية للضرب اصبح جمع، هنا أنا بالعكس العملية اي اس اي في اي اس بي يساوي لي اي اس اي بلس بي، اي اس سالب اي هو 1 على اي قوة اي. القسمة هنا أنا شو تصير؟ يعني الطرح يصير قسمة اي اس اي ناقص بي يساوي لي اي اس اي على اي اس بي. هنا انا اي اس اي قوة بي يساوي اي اس اي في بي. هاي الخواص مهمة جدا بالاستخدام وفي حلول المسائل. هسه خل نثبت انه شلون اي اس اي زائد بي يساوي لي اي اس اي في اي اس بي. هناك كان عندي عند الجمع عند الضرب نجمعهن، هنا أنا عند الجمع شو نسوي؟ نضربهن. العملية بالعكس، هناك عند الطرح نقسمهن، عند القسمة طرح، هنا عند الطرح قسمة، يعني عكس خواص اللوغاريتم بالضبط. خل نجي نبرهن هذا الأول، أنه الجمع ينطيني ضرب. إذا افترضت الواي 1 هي اي اس اي
والواي 2 هي اي قوه بي. هاي المعادله الاولى راح اخذ للطرفين اللي اني يروح مع الاي راح يطلع لي لان الواي 2 شو يساوي لي بي لان الواي 2 لان الواي 1 راح يعطيني اي ولان الواي 2 يساوي بي. فهنا انا راح شو اسوي اجمع هنذني لان الواي 1 زائد لان الواي 2 يساوي اي زائد بي لان الجمع عرفه اني ضرب يرجع بهالشكل هذا اخذ اي للطرفين راح يروح اللين مع الاي يطلع لي واي 1 في واي 2 يساوي اي تو ذا اي بلس بي والواي 1 انزله هو عباره عن اي اي اس اي والواي 2 هو اي قوه بي. خلينا نشوف هنا بعض المعادلات شلون نقدر نستخدم خواص الاكسبوننشال وكذلك اللوغاريتم فانكشن حتى نحل معادله لوغارتميه. عندي هذا هنا أنا مثال solve for x the following. منطيني لن x plus 2 زائد لن x minus 3 يساوي لن 6. يريد من عندي قيمة x. أنا أعرف أنه هنا أنا لن الضرب هو جمع أقدر أرجعها الأصل هاي أكتبها لن حاصل ضرب دن القيمة يعني يساوي لن 6. أنا هنا أنا أريد أتخلص من الدالة اللوغارتمية راح أخذ e للطرفين. شوف exponential both side هنا أنا أخذت E للطرفين اللي راحوا يلقي أصبحت عندي معادلة هاي بهالشكل هذا أضربهم ذني وأصفرها وأحلل بالتجربة وأطلع قيم X. القيمة السالبة هنا أنا الـ X سالب 3 هملها. ليش هملها؟ لأن إحنا لأن الدومين مالته دائما موجب قلنا نبتعد عن حالة السالب لأن هنا من نعوض ناقص 3 ناقص 3 راح يطلع لي سالب 6 وهذا اللي يكون إنفينيتي وتكون هاي المعادلة غير معرفة عندما تكون قيم X سالب. هاي معادلة أخرى بالعكس هي بدلالة الإكسبونينشل أنا أريدها يعني لازم اخذ لن للطرفين. هاي لو نلاحظها هي عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية راح احللها بالتجربة. يعني اذا واحد يجي يقول انا افترض مثلا هنا الزت يساوي لي اي اس اكس فراح تصير معادلة من الدرجة الثانية زت تربيع ناقص 3 زت ناقص 10. حللناها بالتجربة طلعنا قيم اما اي تو ذا اكس يساوي 5 اخذ لن للطرفين لان انا اريد قيمة اكس فانطاني هاي القيمة او e to the x سالب 2 هذا impossible لان من اخذ لن هنا يطلع infinity اهم له اذا قيمة x هي لن الخمسة. هسه بعد ما تطرقنا الى خواص دالة الاكسبوننشل وكذلك استخدامها والدالة المعكوسة الها هي الدالة اللوغاريتمية خلنا نتكلم عن مشتقة هذه الدالة. طبعا مشتقة e to the x ببساطة نفس الدالة في مشتقة الأس هذا نفس الدالة في مشتقة الأس. هو هسه أخذ دالة y تساوي e to the x هاي دالة أسية أخذ لن للطرفين اللي إني يروح ويا الـ e يبقى لن y يساوي x راح أشتق الطرفين. الدالة اللوغارتمية هي دالة بالمقام اشتقاقها بالبسط وسطين في الطرفين حتى طلع المشتقة راح تساوي لي y والy انا فارضها e to the x. اذا مشتقة e to the x تساوي e to the x نفسها. بشكل عام in general يعني اذا عدي الاس غير الx يعني اذا عدي اليو هي دالة قابلة للاشتقاق فمشتقة e قوة يو راح يصير نفس الدالة في مشتقة الاس. عملية بسيطة جدا راح نشوفها بالامثلة هنا هذا example find dy over dx of the following function. عندي الy تساوي e to the سالب x من اريد اشتقها راح انزل نفس الدالة في مشتقة الاس سالب 1. مثال اخر e to the x تربيع فالمشتقة الاولى هي نفس الدالة واشتقيت الاس هو 2x. هذا مثال اخر ايضا نفس الدالة مشتقة الاس الساين هو كوساين اكس. هنا يريد من عندي السكند ديريفيتيف اوف ذا فالونج فانكشن من اجت عامل وياهن ذني حاصل ضرب
دالتين، راح انزل الاولى في مشتقة الثانية واحد على x زائد الثانية لن x في مشتقة الاولى، هي نفس الدالة في مشتقة الاس سالب، لذلك تحولت هذه الاشارة سالب. بعد ما صفيتها بهالشكل راح ارجع اشتقها مشتقة ثانية واتعامل وياها ايضا حاصل ضرب دالتين، راح اشتق الاولى انزلها في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى. يعني هاي امثلة كثيرة تقدرون تجربوها، فقط الدالة الاسية هي نفس الدالة في مشتقة الاس، ايضا حاصل ضرب دالتين الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى، وأطلع قيم المشتقة. بعد ما اتطرقنا إلى مشتقة الـ e to the x، خلنا نجي نشوف التكامل. احنا نعرف التكامل هو عملية عكس المشتقة، فتكامل e أس u du يساوي e أس u زائد c. يعني ما يهمني هنا بالدالة الـ exponential function أن أوفر مشتقة الأس داخل التكامل حتى كامل. هاي أمثلة، يعني هنا أنا اليوم من عدي هي الثلاثة X، أشتقها نفس الدالة في مشتقة الأس، وأجي أطلع قيمة الدالة وأرجع أعوضها، فراح تصير تكامل E أس U DU، فانطاني ديو على ثلاثة، فتكامل الديو يو، واليو هو قيمته اي اس ثلاثة اكس. او بطريقة اخرى اقدر هذا افرض يو واشتقه واطلع دي اكس وارجع اعوضهن بالتكامل، فصير عندي دالة اسية مشتقة الاس متوفرة، هذا ثابت يبقى، فيصير اي اس يو زائد سي. هذا مثال. ايضا الأس مشتقة الساين كوساين موجودة، إذن قبل راح ينطيني هذا e to the sin x زائد c. وهي طبعا الكثير من الأمثلة، يعني فقط أوفر مشتقة الأس وأكامل ما عندي كل مشكلة. هذا الخامس دالة بالمقام اشتقاقها بالبسط راح يعطيني لن، باعتبار مشتقة e to the x هي e to the x راح يعطيني لن المقام زائد C. فبهالطريقة نقدر، هاي بعض الأمثلة اللي تقدرون تختبرون نفسكم بيها بالبيت، تطلعون المشتقة الأولى، وكذلك بعض التكاملات اللي نحتاجها في الـ exponential function، يعني مجرد ما توفر مشتقة الأس وتكامل. الآن نتكلم عن الدالة أخرى اللي هي الـ a to the x، والـ a أكبر من صفر هنا أنا positive، يعني عدد مرفوع إلى قوة مو e، عدد ماشي a to the x. طبعا الـ a to the x يساوي لـ e أس x لن الـ a، هاي حقيقة. حتى نثبت هاي الحقيقة راح أخذ الواي هو a to the x، ناخذ لن للطرفين وارجع اخذ e للطرفين، هذا حسب الخواص هاي الx تنزل وارجع اخذ e للطرفين، راح يطلع لي الواي هو e to the x لن a. انا افترضت الواي يساوي ax، حصلت الواي يساوي e to the x لن a، فهذه قيمة الدالة هي تساوي exponential في لن الأي. طبعا الخواص مالتها لا تتعب نفسك، هي نفس خواص الـ exponential function، يعني الجمع يصير ضرب، الطرح يكون قسمة، والباور الرفع بنفس خواص الـ exponential function. المشتقة لهذه الدالة طبعا بما هو exponential فراح يصير نفس الدالة في مشتقة الأس، وهنا الأس راح تكون المشتقة إلى هو لن أي. إذن بشكل عام الـ a to the x اشتقاقه نقدر نقول هو نفس الدالة في مشتقة الأس، يعني نفس الـ exponential نفس الدالة في مشتقة الأس، اللي يختلف فقط لن الثابت، نضربها في لن الثابت. خلنا ناخذ أمثلة عملية حتى نشوف هاي الطريقة شلون.
واي تساوي 3 قوة ماينس اكس. قلنا من نريد نشتق نفس الدالة انزل نفس الدالة 3 أس سالب اكس نزلتها في مشتقة الأس سالب 1 في لن الثابت. هذه نفس العملية، نفس الدالة انزلها في مشتقة الأس كوساين في لن الثابت. يعني شوفوا هنا أنا بعض الأمثلة، أنا اتفقت وياكم من أخذنا الدالة اللوغارتمية، قلنا كل دالة أسها متغير ناخذ للطرفين، نريد مني دي واي أوفر دي إكس، دالة أسها متغير ما أقدر أشتقها، لذلك راح آخذ لوغارتم للطرفين، فلن الواي يساوي لن إكس قوة إكس، حسب خواص لن هذه الإكس أقدر أنزلها. فراح يصير لن الواي يساوي اكس لن اكس. ديفرنتيت يوزنج امبليسيت ديفرنتيشن، يقول اقدر هاي اشتق الطرفين باستخدام الاشتقاق الضمني، فاللن هو داله بالمقام اشتقاقها بالبسط، هنا اتعامل وياهن كحاصل ضرب دالتين، الاولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الاولى، واقدر احصل على المشتقة الاولى بهالشكل هذا. هذا ايضا اس متغير، راح اخذ للطرفين، من اشوف اس متغير دائما انا ومغمض، من اشوف الاس متغير يعني مو رقم اكس دالة اي قيمة، اول ما افكر به هي الدالة اللوغارتمية، يعني اخذ للطرفين حتى اتخلص من الاس المتغير باستخدام خواص الدالة اللوغارتمية. فهنا اول خطوة اخذت للطرفين، هذا الاس راح ينزل ويصير لن الواي يساوي لن الاكس في لن اكس، اذا لن الواي ينطيني لن تربيع الاكس، وهاي دالة اسية، من اريد اشتق الطرفين دالة بالمقام اشتقاقها بالبسط، هاي دالة اسية، الثليين تنزل في نفس الدالة في مشتقة داخل القوس. هذا مثال اخر، طبعا بنفس الترتيب، اسي متغير، اخذ لن للطرفين، اشتق اشتقاق اعتيادي دالة بالمقام اشتقاقها بالبسط، هنا أنا أعاملهن كحاصل ضرب دالتين، الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى، وأطلع المشتقة. وهاي أمثلة كثيرة بنفس الأسلوب، يعني بما أنه الأس متغير راح نفكر ناخذ للطرفين. صار واضح؟ خل نجي إلى تكامل هذه الدالة. إحنا بما أنه التكامل عكس المشتقة، أجي أنا مشتقة A to the X هي نفس الدالة في مشتقة الأس في لن الثابت، فمن أريد أكامل لازم أو يتوفر عندي مشتقة الأس ولن الثابت. يعني شوفوا هنا أي أس يو في دي يو على دي إكس، هذه مشتقة الأس متوفرة، فش محتاج بعد لن الثابت، راح أضرب بلن الثابت وقسم على لن الثابت. إذن بشكل عام تكامل أي أس يو دي يو يساوي واحد على لن الثابت اي اس يو زائد ثابت التكامل. خل نشوف هاي الامثله، انه عندي اثنين قوه اكس دي اكس، مشتقه الاس واحد متوفره، فقط عندي لن الاثنين، راح اضرب بلن الاثنين واقسم على لن الاثنين، راح يصير واحد على لن الاثنين اي قوه اكس زائد سي. هذا ايضا هنا اثنين اس ساين اكس كوساين اكس، مشتقة الأس متوفرة، إذا هاي دالة بسيطة جدا، فقط أوفر لن الثنين، أضرب وأقسم على هذا المقدار، فراح ينطيني واحد على لن الثنين اثنين قوة ساين إكس زائد سي. هذا مثال آخر، ثلاثة أس تان سبعة إكس في سيكن تربيع سبعة إكس، مشتقة الأس متوفرة، إذا محتاج لن مشتقة الزاوية ولن الثلاثة، فقط أقسم على واحد على سبعة في لن الثلاثة ويبقى نفس الدالة، يعني ما عندنا مشاكل، فشيء بسيط جدا. هذا هنا أنا أيضا مسألة أخرى، دالة بالمقام لو نلاحظها مشتقتها متوفرة بالبسط، فراح ينطيني لن المقام مباشرة. هاي الدالة أيضا أقدر أتعامل وياها، دالة أسية مشتقة ما بداخل القوس متوفر بالخارج، إذا محتاج اثنين فقط
أقسم على 2 وأكامل الدالة. وهنا أنا بنفس الطريقة. نجي هسه إلى الدالة اللوغارتمية، لوغاريثم فانكشن. لوغاريثم فانكشن يعني هناك اللين هو اللوغاريتم الطبيعي، هذا نسميه لوغاريتم اعتيادي بأساس يقرأ لوغ أي للأكس، فهو معكوس الدالة أي تو ذا أكس. هذا اللوغاريتم فانكشن، يعني إذا الواي يساوي لوغ أي للأكس فالأكس تساوي أي قوة واي. طبعا لوغ الأي للأي للأكس هو أكس قيمته، أي لوغ الأي للأكس يساوي أكس. هسه ذني راح نفصلهن بالتفصيل شلون نقدر نتعامل وياهم. يعني عندي لوغ اي للاكس يساوي اكس، راح اخذ لوغاريتم فانكشن للطرفين، لين للطرفين، هذا الاس راح ينزل، فش ينطيني لوغ اي للاكس في لين الاي يساوي لين الاكس. اذا حصلت علاقة مهمة جدا، يعني نقدر نقول هذه the relation between logarithm and natural logarithm. log الاي للاكس يساوي لن الاكس على لن الاي، وثبتناه بالطريقة هاي اللي تلاحظوها امامكم. زين نجي المن النوب للخواص مع هاي الدالة. طبعا خواصها نفس خواص الدالة اللوغارتمية بالضبط، لوغارثم الطبيعي، يعني log الضرب يصير جمع، الأس ينزل بهالشكل هذا، لوغ القسمة ينطيني طرح، وهذه خاصية الجذر أيضا، الأس يجي قبل الدالة اللوغارتمية. بالنسبة للاشتقاق مالتها، طبعا المشتقة مالتها أيضا راح تكون بسيطة جدا، لوغ الأساس أي للدالة يو، أنا عدي لوغ الاي لليو هي لن اليو على لن الاي، لن الاي ثابت، اذا مشتقتها راح اعاملها معاملة الدالة اللوغارتمية، دالة بالمقام اشتقاقها بالبسط، هذا الثابت طلعناه برا، مشتقة اللن هي دالة بالمقام اشتقاقها بالبسط. اذا بشكل عام مشتقة الدالة اللوغارتمية واحد على لن الثابت، الدالة بالمقام اشتقاقها بالبسط. يعني هاي عندي هنا أمثلة، لوغ الأساس 10 للدالة 3x زائد 1، فأنا من أريد أشتق هاي الدالة، شنو مشتقتها؟ أولا 1 على لن الثابت، راح أنزل 1 على لن العشرة على لن الأساس، أجي هنا هذه اليو أنزلها بالمقام وأشتقها بالبسط، لا أكثر ولا أقل. هذا مثال آخر، خلي ننزله هنا حتى يكون واضح. لوغ الأساس 5 للدالة x تربيع، فهذا من أريد أشتقها هاي الدالة، طبعا تريد تحولها هي عبارة عن لن x تربيع على لن الخمسة، واشتقها اشتقاق اعتيادي، أقدر مباشرة أقول هاي 1 على لن الخمسة الدالة بالمقام x تربيع مشتقتها 2x بالبسط، 1 على لن العشرة e to the x بالمقام اشتقاقها بالبسط e to the x. وأكو طريقة أخرى أنه نفس هاي الطريقة، أنه أحول اللوغ إلى لن، يعني هذا أصله هو لن e to the x على لن العشرة، لن ويا الإي تروح، فيصير x على لن العشرة واشتقاقها 1 على لن العشرة. فبهالاسلوب هذا تشتق، تقدر تشتق مباشر 1 على لن الثابت الدالة بالمقام اشتقاقها بالبسط، تقدر تحولها للوغاريتم الطبيعي وتشتق ايضا اشتقاق اعتيادي. طبعا التكامل مالتها بسيط جدا، ما راح يختلف عن اللن، لان هي اصلها دالة لوغاريتم طبيعي، يعني هذا لن الاساس 2 للدالة اكس هو اصلا لن اكس على لن 2، هاي لن 2 ثابت لن اكس وعندي 1 على اكس، يعني هاي عاملها كدالة أسية مشتقة ما بداخل القوس
متوفرة أضيف للأس واحد وأقسم على الأس الجديد، وهذا طبعا بنفس العملية والطريقة أيضا حولها لن اليو على لن الأساس، وهذا يمثل لي مشتقة ما بداخل القوس، وأقدر أضيف للأس واحد وأقسم على الأس الجديد. وهاي بعض الواجبات اللي هي على الدالة A to the X، وكذلك معكوسها اللي هي الدالة اللوغارتمية. وأي استفسار أو سؤال احنا راح نفتح ميت إن شاء الله، اتفقنا يوم الاثنين رادوا ميت المسائي، ونشوف الصباح ايش وقت يحبون ياخذون الميت حتى نتناقش بالموضوع. هذا اني طبعا ما اريدهن، يعني راح ناخذ الهوبيتال بالموضوع اللي بعده، تحاولون تحلوا لي ذني. هذه ثلاثة بالشكل هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.